ذهبنا إلى وسط العاصمة باريس لنسأل المرة عن مارتن شولز، من هو؟ رئيس نادي كرة القدم؟ صحيح؟ رئيس جمهورية أرمينيا؟ من اليونان؟ من أمريكا؟ كاهن؟ مصرفي؟ حسنا، هنا في باريس لا أحد تقريبا يعرف مارتن، لنذهب إلى شرق ألمانيا. هذا الشخص من الاتحاد الأوروبي بالتأكيد، هو اشتراكي ديمقراطي. مارتن اشتراكي ديمقراطي وهو يعمل هناك في بروكسل. حسنا، هذا الرجل هو مارتن شولز وهو رئيس البرلمان الأوروبي، يسعى ليصبح رئيسا للمفوضيه الأوروبية، وهو المرشح الباز للاشتراكيين، لنلقي نظرة عن مسيرة حياته المهنية. نشأ مارتن شولز في ظل ظروف متواضعة للغاية، وهو خامس إخوته، انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عندما كان في سن 19، وبعدها بسنوات أصبح أصغر رئيس بلدية في ألمانيا. في 1994 انتخب بالبرلمان الأوروبي وتزعم كل الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي في العام 2004. الاشتباك الذي وقع بينه وبين برلوسكوني تصدر عناوين الصحف حينها. دافع مارتن شولز عن أوروبا مظهرا هجوما مبينا ضد اليمين المتطرف الإيطالي والمجري والفرنسي وغير ذلك. ضربنا موعدا مع مارتن في باريس عندما كان صغيرا. جاء مارتن ليقيم لدى أسرة فرنسية عرفت بمقاومتها للاحتلال النازي. مارتن استوعب الرسالة جيدا، وهي أن السلام هو الذي يوصل أوروبا إلى بر الأمان. السيد شولز، نحن هنا بشارع سان مارتان، وسان مارتان هو الرجل الذي وهب ملابسه يوما ما وتقاسمها مع رجل كان بالشارع يقاوم البرد القارس. هل تطمح إلى أن تقاسم شيئا ما، ومع من السيد مارتان؟ أجل، الثروة غير موزعة بطريقة عادلة في أوروبا، وبأثينا لاحظنا أناسا يبحثون عن سد رماقهم في حاوية نفايات للبقاء على قيد الحياة، بينما نجد أن أثرياء يونانيين يشترون أغلى العقارات بلندن وبرلين. نريد أن تكون الثروة مشتركة، لذلك نريد إقامة نظام عادل للضرائب في أوروبا، ذلك هو هدفنا الذي نريد الوصول إليه. اليوم مارتن شولز يبدو بمزاج جيد بشارع باريس، يجول ويتحدث بثلاث لغات ضمن حملة انتخابية يريد منها أن يكون متواصلا مع الجماهير ومع الناس ليحدثهم عن برنامجه وعن أفكاره. أنا أبحث عمن يصوتون لصالحي. أعتقد أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من المساواة والفرص، وخاصة للشباب. فنحن نعيش داخل أوروبا حيث الشباب يجابه سلسلة من الأزمات تسبب فيها آخرون ممن لا يدفعون الضرائب، عندما يجنون أرباحا بالمليارات. لكن عندما يخسر المضاربون فإن دافعي الضرائب هم من يدفعون الثمن، وهذا ما أريد تغييره. فكروا جيدا، وحين تجدون فرصة فصوتوا يوم 25 أيار، لكن لا تصوتوا لصالح باروزو. تمكنت يورو نيوز من إلقاء نظرة وراء الكواليس، كواليس الحملة الانتخابية للاشتراكيين. مارتن لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبث الخطاب عبر الفيديو لتحدث عن العدالة الاجتماعية ومشاريعه للقضاء على البطالة التي يعاني منها الشباب، لكن كيف سيوفي بوعوده؟ أريد أولا أن تستفيد من القروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب ذلك تدخلا من البنك الأوروبي للاستثمار ومن الصندوق الأوروبي أيضا. فحين توظف تلك المؤسسات جيلا من الشباب فمن حقها الحصول على امتيازات لكسب قروض مجزية. هنا بورسلان هي مسقط رأس مارتن شولز بالقرب من الحدود الهولندية البلجيكية. سوف نلتقي بأصدقاء مارتن شولز القدامى فرانز جوزيف أرنولد وكورنيل. خلال السبعينيات كانت الجماعة تستمع إلى أغاني ديب بيربل، وكان الشباب يحلمون أن يكونوا لاعبي كرة قدم محترفين، وكانوا يلتقون لخمس مرات خلال الأسبوع للتدريب. كان مارتن يسكن غير بعيد من مكان التدريب في المدرسة. كان مارتن لا يحب مادة الرياضيات والعلوم الطبيعية، ويعشق التاريخ وكرة القدم، فانضم بعدها إلى فريق كرة قدم محلي.
ريحانيا صديقه يقول إن مارتن لم يكن لاعبا أفضل من الآخرين لكنه متفان. عندما كان مارتن يريد أن يغلب عدوا قويا ويزيحه كان ينجح في الأمر. كنت حارس المرمى ولم أكن أعرف الخوف، ولكن مارتن كان لاعبا جيدا، كان على رأس الفريق. أما طبائعه الشخصية فهو قادر على التحمل ومثابر وشجاع وذو ثقة بالنفس ومعتقد بفوز فريقه. حين كنا نلعب ضد فريق قوي كان مارتن يبعث فينا روح التحدي والشجاعة. كانت المدرسة في الدرجة الثانية من اهتمامه وكرة القدم في الدرجة الأولى، وحين تغلق أبواب الملاعب كنا نقفز عبر الجدران للعب. نعم، حدث أن كنا نقدم أكثر من طاقاتنا، أما مارتن فكان المحرك الذي يعطينا القوة. لم يكن لدينا أي خيار آخر، وكان كل مبتغانا هو كرة القدم، كانت لعبة الفقراء المفضلة. التقينا بمارتن بباريس أثناء إطلاق حملته الانتخابية بالعاصمة الفرنسية، حيث ينتظره أكثر من 2000 شخص. مارتن الذي لم يدرس أبدا داخل أسوار جامعة لا يزال يتذكر ذلك اليوم الذي دعي للعمل بمكتبة كان يوما صارا في حياته، وهو يرى أن 5 ملايين شاب أوروبي هم عاطلون عن العمل، فهم يحتاجون إلى أن نمنح لهم الأمل. أنا أنحدر من عائلة عاشت أهول الحياة، وحتى عائلتي تعرضت للمعاناة بفعل التشتت. بعض أفراد عائلتي كان ضمن 3 جيوش مختلفة. أما اليوم فنحن نعيش وحدة، وهذا بمثابة هدية حقيقية للأوروبيين خاصة، وهي هدية بالنسبة لي أنا شخصيا. تلك التطلعات لا تزال مأمولة حتى داخل الحزب الاشتراكي، ذلك ما تشرحه لنا الأستاذة في جامعة لايبزيغ. اتحد الاشتراكيون بشأن برنامج محلي موحد لأوروبا وحددوا بنودا غير قابلة للجدل، لكنها بنود غامضة وهي تشكل مشكلة حقيقية للأحزاب الأوروبية، خاصة تلك التي تعقد تحالفات مع الأحزاب الوطنية التي تحدد أهدافها السياسية من خلال رؤى ضيقة جدا. جامعة لايبزيغ هي واحدة من أقدم الجامعات الأوروبية. هنا جاء مارتن شولز ليدافع عن القيم الأوروبية التي يؤمن بها، ومنها حق الإضراب والحد الأدنى للأجور والمعايير الاجتماعية والبيئية التي ينبغي حمايتها. السيد شولز، في صغرك كنت مولعا بكرة القدم، ما هي رؤيتك للحياة وللسياسة أيضا؟ في نهاية المطاف الفريق هو الذي يفوز وليس شخصا بعينه، وهذا يعني أن نبقى معا متضامنين، وحين تجابه مشكلة ما لاعبا يجب على أعضاء الفريق أن يهبوا لنجدته.